قانون يشغل منصب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، وهو يرأس اللجنة الأساسية التي أحيل لها هذا المشروع. هذا المشروع محال أمام لجان اللجنة الدستورية والتشريعية، لجنة الشؤون الدينية، وأيضا تم إلحاقه بلجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الأعاقة. لكن بصفته اللجنة الأساسية فيقع الحمل أو يكون هو الطرف المعني بتحديد موعد لمناقشة هذا المشروع. وتحدثت بالمستشار بهاء بكل يعني بكل صراحة حول هذا المشروع، ونقلت له بعض من مخاوف الشارع المصري. نقلت له أنه يوجد هناك من يقول أن هناك غلبة لطرف على طرف، يوجد هناك من يقول أن مشروع بعينه سيتم تمريره، يوجد من يقول أن هناك بعض من المواد محظور الكلام فيها. فقال الرجل بحياديته المعهودة أنه لا حديث عن مثل هذه الأمور، بل قام بالفعل بعملية العملية الإجرائية الأولى في نظر المشروع، وهي إحالة المشروع للأخذ بالرأي، وهو الأمر المعتاد أن تقوم به، أن تقوم بإحالة المشروع للأخذ بالرأي قبل أن يشرع مجلس النواب بمناقشة قانون. ويكون ذلك أيضا في المشروعات الهامة، لأنه ما يمكن أن يحدث إجرائيا أن نقوم بمناقشة مشروع فنكون في منتصف هذه المناقشة فيفاجئنا قانون الحكومة فنضطر إلى البداية. مشاهدينا، نستكمل بقية حلقتنا. القصة اللي سمعناها قبل الفاصل خلتنا النهاردة ان احنا نرجع نفتح ملف الرؤية مرة تانية احنا كنا فتحناه قبل كده، واللي بسبب القصة دي اتحولت حياة آلاف الرجالة والأطفال لجحيم. وكمان كان في النهاردة الحقيقة ما يقرب عن 1000 أب متجمعين في حزب الوفد اللي مقدم مقترح لتعديل قانون الرؤية. معانا في الاستوديو الأستاذ أحمد عز المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الرؤية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. ومعانا الدكتور أشرف تبام رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء السابق وأدمن صفحة المجلس القومي للأسرة المصرية. أهلا وسهلا يا فندم. ومعانا الأستاذة عبير سليمان مدير مؤسسة ضد التمييز. أهلا وسهلا يا أستاذة. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك. في الأول عايز أعرف تعليقكم على القصة اللي شفناها مع بعض قبل الفاصل للدكتور شهاب رحمة الله عليه. نبدأ الأستاذ أحمد. والله الدكتور شهاب كان من الناس الأفاضل المحترمين اللي في وسطنا، اللي عمرنا ما سمعناه أخطأ مثلا في أم ابنه أو قال عليها أي كلمة مش كويسة. هو كان موجود معكم على الصف. كان موجود معنا وكان عضو نشط وبيحاول إن هو يساعد الناس كلها. يعني الله يرحمه، إحنا أي واحد فينا ممكن يكون مكانه. إحنا أباء اتكتب علينا ان احنا نعيش وممكن نموت بدون ان يعني ان نحتضن اطفالنا ولو لساعة في بيتنا. كلمة صعبة قوي لحريك بتقولها. الشيخ الازهر مش معترف بينا، احنا مش اباء عند شيخ الازهر، الدولة مش معترفة بينا، والدليل على ان احنا بقى لنا اكتر من 5 سنين قاعدين بنحارب عشان خاطر ناخد ساعة، يعني يوم يبات ابني في حضني الدولة مش مديهوني. فاذا كانت الدولة مش شايفاني وشيخ الازهر بيقول عليا ان انا يعني كفاية عليا ان انا اروح اطلب الرضا من حماية او من ام ابني عشان خاطر توافق واحل مشاكلي، طب هي مفيش حل. طب معلش انا عايز اعرف ايه علاقة شيخ الازهر بالموضوع؟ شيخ الازهر اتسأل كذا مرة عن سن الحضانة وعن موضوع الاستضافة، في حين ان الافتة دار الافتة قالت وطلعت فتوى بأحقية الاب او الطرف الغير حاضن في استضافة ابنه. شيخ الازهر شايف انه لا، شايف ان سن الحضانة من وجهة نظره، هو قال ان الموضوع اجتهادات، ومن وجهة نظره 15 سنة ليه اب ياخد ابنه قبل كده؟ ولو عايز تشوف ابنك شوفه بالرضا. رضا ايه؟ وانا قاعد في ديوان في بلد والاعراف بتحكمني ولا في قانون بيحكمني؟ لو هو سياده الشيخ طيب. مش معترف بالقانون. احنا هنناقش الموضوع وعايز حضرتك برضو تقول يعني تقول اللي عندك كله، بس عايزين نتكلم الاول على الدكتور شهاب الله يرحمه. الله يرحمه. حقيقه قصه مؤثره جدا يعني الحقيقه. هو للاسف ان كلنا ممكن نكون في نفس مكان الدكتور شهاب، مش انا لوحدي ولا اي حد. اي واحد فينا محروم من ابنه الصبح مكتوب عليه انه ممكن يكون انسان خلف بالاسم. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، هم انتزعوا مننا زينه الحياه الدنيا بقانون الدنيا.
طيب حضرتك كان يعني هل في كلمات مثلا سمعتها منه في قبل ما يتوفى؟ هل في كان حاجة معينة بينادي بيها؟ هل ايه يعني هل كان في تواصل؟ كان التواصل معاه الدائم، كله بيتكلم عن ان هو نفسه يقعد مع ابنه، وان هو يعني مضطهد، وان هو رجع من بلد كان عايش فيها تانية وما قدرش ان هو يكمل، وما زالك قاعد هنا في بلده، وبرضه الدولة ما انصفتوش في هذا القرار. طيب حضرتك ما تعرفش يعني ايه سبب منع ام ابنه او طليقته من انه انها تمنعه من ان هو يشوف ابنه؟ الحقيقة حضرتك ما تعرفش السبب. تمام. طيب الاستاذ اشرف، علاقتك ايه كانت بالدكتور شهاب الله يرحمه؟ سام محترم زي ملايين الاباء في مصر المحرومة من اطفالها بفعل قانون الاسرة الحالي، اللي انا طبعا متحفظ على ان هو قانون اسرة، ان هو لا ينفع قانون ولا ينفع يبقى الاسرة، ده قانون تفتيت للأسرة المصرية اللي بيحصل دلوقتي في المجتمع المصري. دكتور شهاب مش أول حالة تحصل، كذا حالة حصلت في الفترة الأخيرة دي، بس يمكن دكتور شهاب لأنه كان اجتماعي شوية فكان بيقعد مع ناس كتيرة، فلقى ناس تدافع عنه، لقى ناس تتكلم باسمه، إنما الحالة دي متقررة في ظل قانون الأسرة الحالي اللي هو فلسفته الأساسية إن الأب دايما مجرم، الأب دايما مش عارف مصلحة ولاده، الست المطلقة هي اللي عارفة مصلحة، هي أدرى بمصلحة ولادها، هي أدرى بالولاية التعليمية عليهم، هي أدرى بنوع التعليم اللي المفروض يدخلوه، والأب بقت حياته يعني شبه تقريبا مهمشة في حياة أولاده، الأب ما يعرفش عنهم حاجة. النهاردة حضرتك في طفل بيخش المستشفى بيبقى بين الحياه والموت، والاب ما يعرفش ان ابنه في المستشفى، ما يعرفش لما يلاقي الام رفع عليه بعد كده هوت مصاريف علاج. طب حضرتك المؤتمر اللي كان النهارده موجود في حزب الوفد، يعني هل في نتائج طلعتوا بيها من قانون الاستضافه؟ انا في الاول طبعا بحب اشكر حزب الوفد لان هو فعلا من اكتر الاحزاب اللي واقفه في ظهر هذا الموضوع، ومن اكتر الاحزاب اللي خدت موقف ايجابي تجاه المشاكل بتاعه المجتمع الموجوده. طبعا بخص بالذكر طبعا النائب الاستاذ النائب المحترم محمد فؤاد، لان هو صراحه يعني يكفي كميه ما تعرض له عشان يتمنع من ان هو يقدم القانون دوت. ليه الموضوع بدا من نائبه سهير الحيادي لما قدمت، قالت يا جماعه احنا ممكن ناخد وقت عشان نناقش بعد كده قوانين الاسره، انما احنا لازم نعمل حل سريع، فالحل السريع ان احنا نسمح للاب ان هو يستضيف ابنه يوم او يومين في الاسبوع. اوكي، وفي اجازات نص السنه وفي اجازات اخر السنه. قامت عليها الدنيا طبعا وتدخل المجلس القومي للمراه على حد معلوماتي على اساس ان هو يوقف هذا القانون، وحتى ساعتها النائبه سهير الحيادي اتشهر بيها. طب ايه مصلحه المركز القومي للمراه؟ المجلس القومي للمراه بيدافع يعني دي حاجه لمصلحه الطفل ومصلحه الاسره، يعني هو مختص اصلا بمصلحه، بالظبط هو مهتم اصلا بمصلحه السيده مش بمصلحه الطفل. المفروض ان احنا عندنا في مصر بس برضه هو ايه مصلحته ان هو يعني يهتم بمصلحتها ويضر بمصلحه الاب؟ يعني هو في تضارب اصلا في كلامهم، يعني هم يعني شويه قالوا المجلس القومي للمراه قال ان هو مع الاستضافه في جلسه حوار اتعملت معانا، كنا مجموعه كبيره من الاباء والجدات والعمات، وقالوا احنا مع الاستضافه، ودكتور سعد الدين الهلالي قال ان احنا يعني تقريبا خدنا موافقه على هذا البند بس مش عايزين نعلن. طب الكلام ده تم من حوالي 6 شهور، لحد النهارده لم يقال هذا الكلام. دكتورة عبلة الهواري، يعني عايز تقول لي انه المجلس القومي للمرأة هو من الجهات المعطلة للقانون في البرلمان؟ انا لما الاقي في جريدة الاهرام المسائي من اسبوع او 10 ايام خبر نازل على لسان النائبة عبلة الهواري بتقول ان لا للاستضافة، ان مفيش استضافة الاب لاولاده في بيته، وان الحضانة ما تسكتش على الام في حالة زواجها. طب خلوني اسال الاستاذ عبير. استاذ عبير، يعني انا عايز اعرف انت ايه رايك في الكلام اللي بيقولوه ده؟ يعني الاول البقاء لله، كلنا نحزن بشده ان على اي اجحاف يصدر من رجل او مراه وتستغل الاطفال ادوات في ايد الرجل او المراه، فالبقاء لله. ولكن احنا واخدين الموضوع من زاويه واحده. جهد، طب ايه الزاويه الاخرى؟ جهد عدد كبير جدا على المستوى التشريعي، مستوى الحركه النسويه الكبرى في مصر اللي حاولت تتصدى، والقضاه المحترمين وشيخ الازهر الجليل اللي كلهم تضافرت جهودهم لاخراج قانون الاحوال الشخصيه بهذا الشكل الحالي بعد صرخات النساء في المحاكم لمده تصل الى 10 سنوات، عشان النفقه وعشان الطلاق وعشان الضرر البالغ الذي يقع بهم. حضرتك ما تعتقدش، انا ما تعتقدش حضرتك والله، انا بس هقول لحاجه. اتفضل يا فندم. هي ما فيش اصلا مقترح خرجوا بيه احنا لسنا يخرجوا. لا يا فندم، اللي انا بتكلم على قانون الاحوال الشخصيه الحالي المساند للمراه. طيب. على حد قولك ان هو منحاز. طب خلينا في موضوع الرؤيه، خلينا في موضوع الرؤيه دلوقتي يا استاذ عبير. في تضرر للرجل، المصلحه الكبرى هي مصلحه الطفل. الطفل لا يؤخذ من امه،
خالص حتى على مستوى الشرع على فكره، يعني ده متسق تماما مع الشرع. ده ازاي؟ واظن انه ده مش من اهدافهم ومحدش قال كده. ما انا طالب ان الطفل يتحلم الاب ولا يتحلم السلوك ده. السلوك اللي حضرتك معترض عليه هو سلوك اجتماعي مش سلوك ليه علاقه بالتشريع. هل حضرتك معترض ان الطفل يتربى ما بيني وما بين امه؟ لا طبعا معترضه. حضرتك تاخده ليه؟ ما فيش اصلا. طبعا حضرتك طفل صغير. يعني انت حضرتك مع الفكر ان قطع الارحام؟ ده قطع رحم. حضرتك انا اتكلم. اتفضل. انا طبعا ضد ان انت تاخد ابني مني. حضرتك متخيل طفل يتربى مع مرات ابوه؟ انا ما قلتش يومين ويومين ولا انت يحق ليك تتجوز. انا لو مطلقه لا يحق لي ان اتجوز. بتجوز عرفي عشان خاطر احتفظ بحضانتي. حضرتك مش عارف ده مش جواز. مش مفروض اصلا حضرتك تتجوز. ده احتيال. مين اللي عمله؟ ايوه مين اللي عمله؟ الحق بيه ما لم تنكحي زوجا غيره. الاحتيال الذي يتم من النساء عشان يحتفظوا بولادهم الزواج العرفي ده احنا ضده. الشرع ما بيخالفوناش. طب وده قانوني؟ حق بيه ما لم تنكحي زوجا غيره. انا عايز اعرف يا جماعه هل ده قانوني؟ طيب غير قانوني ان هي تلجا للزواج العرفي. لا غير قانوني. عشان تحتفظ بالابن. لا هي لو تزوجت هيسقط عنها. يعني بنيتي كلامك على ايه؟ احنا بنطالب انها لو اتجوزت تفضل تستمر الحضانه. ما ينفعش. ما حضرتك لا ينفعش. انت بتتجوز. لا ما ينفعش انا مخالف الشرع. يعني هي انسان. انت انسان. انا لما بتجوز ما بقاش معايا الحضانه. يعني انا بتجوز ما بقاش معايا الحضانه. امال ايه يا فندم؟ حق انت عايز يا فندم ليه؟ يا فندم انا عايزه الطفل لا يبعد. الطفل لا يبعد عن مرات ابوه دي ولا مش؟ ايوه سؤال بس. انا لا عايز الطفل يقطع من مامته ولا عايز الطفل يقطع من باباه. بالظبط. اللي احنا بنقوله ما حدش قال عندك حق. طيب ما حدش قال ان الطفل حاضن. مين الاولى بالرعايه؟ الام حاضن حتى تتزوج زي ما الشرع قال انت احق به ما لم تنكحي زوجا غيره. ده مش كلامنا. ده كلام النبي. انا معاك. طيب تعالي بتقولي احنا مش مخالفين لده. حضرتك مخالف لده ليه؟ انت دلوقتي مش عاوزها تتجوز. انا ما قلتش عايزها تتفرغ لحظه. تتزوج براحتها يا فندم. ما انت متضايقه اهو انها تبقى حاضنه وهي تتفرغ للولاد وانت تيجي تنزعها في الحضانه. يا فندم هي الحضانه ليها ترتيب. تاخد ولد عنده 5 سنين يقعد يومين ياخد شويه سم وشويه سم وشويه سم. ما تقعدوا عندها. طب ايه الحل من وجهه نظرك يا استاذه عبير؟ طيب الاباء دلوقتي عايزين حل. حل ابنهم برضو يبقى في حضنهم عندك يوم. حق عندك حق. يبقى في تقنين. طيب حضرتك عارفه بالاحصائيات كام قضيه طلاق تجري وراءها الستات في المحاكم؟ 250 الف قضيه مقابلهم 250 الف قضيه يعني ربع مليون. مقابلهم 120 الف قضيه ذكوريه رجاله اللي رفع بتنتهي بالتراضي. هذيك لحظه 45 الف قضيه نفقه. طب انا عايزه اسال قضايا الرؤيه. قضايا الرؤيه موضوع الحلقه. 2500 قضيه. جميل. يعني المتضرر لحظه الرؤيه مره برفعها. حضرتك متخيل 45 الف قضيه من ست بتقول للراجل انت ما بتنفقش انت عايز تستضيف ابنك وانت لا تنفق عليه. 45 الف دول قسميهم على 9. المحكمه بتحكم. يعني حضرتك معلش انا عايز اسال الدكتور اشرف. حضرتك معلش لحظه بس ادوني فرصه بس انا عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك كنت رئيس مركز المعلومات في مجلس الوزراء. طيب يعني حضرتك عارف هل الارقام اللي هي بتقولها الاستاذه عبير دي ارقام واقعيه؟ ارقام بس عارفه حضرتك اللي هي ارقام يعني زي سوري يعني زي كده ما بيقولوا السم في العسل. ليه النهارده الست بترفع على الزوج 8 قضايا نفقه؟ يعني ما بين كل حاله انفصال الست بترفع 8 قضايا نفقه والراجل بيرفع قضيه واحده هي قضية الرؤية. فطبيعي ان عدد قضايا النفقه يبقى 8 اضعاف عدد قضايا الرؤية. طب ممكن اسالك سؤال بيتحكم لها كام؟ ده الطبيعي. النفقة. اعلى نفقه بيتحكم. اهو محكوم 3000 جنيه. انا حكم 3000 جنيه. اديهولي. حضرتك الموبايل من بره. حضرتك الاغلب تعرضوه على الهواء. لو بعتولي انت موافقه على الاستضافه؟ لحظه يعني على حضرتك 10 احكام من 10 محافظات من 3000 لحد 12000 جنيه. لا يا فندم موضوعنا لان الطفل بيتصرف عليه في الشهر 6000 جنيه و7000 جنيه. يا فندم انت بتتكلمي على دوله الحد الادنى للاجور فيها 1200 جنيه. انا اديله مين طفل 6000 جنيه؟ الاب مرتبه 3000 جنيه يحكم عليه 5000 جنيه. بتصرف على البيت كام؟ يعني هي عايزه تصرف على زياده. هو انا غيري انا ماشي انا امكانياتي كويسه ماشي. حضرتك يعني راجل يعني راجل اول ما بيحدث صلاه ودكتور في الجامعه اول ما بيحدث صلاه لا يلتزم الرجل بالنفقه. ليه يا فندم في دعوه حبس؟ طب حضرتك النفقات اللي بتتكلمي عليها يعني هل حضرتك عندك معلومه يعني انه هل بتتراوح قد ايه؟ سقف النفقه 1000 جنيه. نعم. نعم. نعرض لحضرتك دلوقتي كام؟ طب لو جبت حضرتك 7000 جنيه نفقه انا وافي على الاستضافه؟ انا هعرض لحضرتك احكام حقيقيه لحد 12000 جنيه. 12000 جنيه والهوانم وعرضتهم في حلقات قبل كده. دكتوره بسمة فندم دول الهوانم. لا انا يعني سؤال بس الهوانم وبشوات اللي ما كانتش هانم. طيب ما هو كده مش هانم يعني هي كانت متجوزه واحد موظف. يا استاذ احمد حضرتك بتدفع كام نفقه؟ انا بدفع 3000 جنيه غير مدرسته. واستاذ اشرف خمسه.
انا بقى شخصيا ماشي مش هقول لك. طب بتشوفوا ولادكم؟ رؤيه رؤيه بتشوفوا؟ انا بقى بقول لك اهو ابعت لك رؤيه ساعتين في الاسبوع رؤية. علاقتكم كلها ايه رايك يا استاذ عبير؟ طيب انا والله شايفه ان العلاقات تتظبط. هم العلاقات تتظبط لو بيدفعوا النفقه. ده قوانين زي ما بيقولوا قوانين. القانون قال ان بتراضي الحاضنه يعني ممكن ممكن الحاضنه تسمح. لا تسمح ليه؟ طب افرضي إيه في حاله لا افرضي في حاله زي حاله الدكتور شهاب مثلا الله يرحمه. لا دي ما كانش في تراضي. طيب دي ظلمه يعني. حلوه جدا السؤال ده انا بحييك عليه يا دكتور. طب جاوبيني ممكن نتضافر جهودنا في تنفيذ الحكم اذا امتنعت الحاضن عن الرؤيه سلاسه. ما هو مفيش حكم حتى يدينها. مفيش مفيش قانون. مفيش قانون القضيه ما هي شغاله. لا استاذ عبير عشان بس انا ما بقاش يعني بتعرض في حته واقعه. لا خليكوا بسرعه اتفضل. اما دلوقتي يبقى ثلاث مرات ارفع قضيه. أيوة. طول فتره القضيه اللي هي سنه ما بتجيبش الولد اروح انذرها عن طريق المحكمه ان هي لو ما جابتش الولد بعد سنه تقاضي تروح جايبه لي مره وجايبه ما يفيد انها نفذت المره القضيه كلها تسقط. يبقى هل ده عدل؟ يبقى لا مش عدل. طيب عندك حق. انفذ رؤيه ليه اصلا؟ اسمعني بقى. ابني والام نفسها مش كانوا الاثنين قاعدين في بيتي؟ انت أطلعها انت انت متضرر. حضرتك لازم يكون في نسبه وتناسب. عدد المتضررين الرجاله قد ايه وعدد الستات اللي بتعمل كده قد ايه وعدد الستات اللي بتجري ورا الرجاله في المحاكم وعدد الرجاله اللي بتهجر ستاتها وبتسيبها. حضرتك معاكي احصائيات اصحاب الكلام ده؟ لا مفيش. بس احنا ممكن نروح للمحاكم ونعرف. أيوة. اهي احصاءات المحاكم. هاتي احصاءات رسميه. 45000 دي مش احصاءات. ما انا بقول لحضرتك ليه اسميهم على 8 يا فندم. اسميهم على 8 يعني على 8. يعني كل حاله طلاق الست بترفع على الراجل 8 قضايا نفقات. الراجل اللي انتوا بتقولوه تاني بقول حضرتك انا محكومني 5000 جنيه بقولها لك على الهوا. حضرتك سري ماشي. راجل سري بقولها لك على الهوا. وبيشوف كمان على حسب قانون الاستضافه. يا فندم المشكله في قانون الرؤيه. المشكله في قانون الرؤيه مش الثلاث ساعات بس. كنت المشكله ان عيله الارض بالكامل محرومه من الاطفال. الحلقه دي يعني حضرتك بتتكلمي يا جماعه بس ننسق الحوار. حضرتك بتتكلمي ان الاب بيشوف ابنه ثلاث ساعات ده لو الام التزمت وجت باقي عيله الاب بالكامل محرومه من الطفل. فالطفل ده اللي طالع مش عارف له عيله عصب اللي طلع اسمه على اسم جده اللي ما بيشوفوش. لما الطفل يتخطف من امه. حضرتك بتتكلمي حضرتك اما الطفل يتخطف من امه بيحصل ايه يا فندم؟ احصائيات يعني هل هتصعب عليكم الام ولا سعيد كده؟ طبعا طبعا. لو في قانون اما طفل سنتين ولا ثلاث سنين يتخطف من امه حصلت الحالات دي قد ايه؟ كم؟ طالما انتوا كلنا متهمين بهذا. مفيش جهاز مفيش جهاز حكومي. لا يا فندم مفيش جهاز حكومي في مصر طلع احصائيه بالارقام دي. جرموا الموضوع. الام واخده حضانه مش عارفه توصل لابنها. جرموا الموضوع. جرمي جريمه. الام ايوه الاب الاب خاطف الولد. الاب اللي يخطف ابنه يديله 10 سنين سجن. بس حضرتك وحضرتك احنا عندنا مشكله دايره ولازم نتعاون فيها تنفيذ الاحكام. طيب انا هسال تنفيذ الاحكام مشكله الاب و... لا تنفيذ الاحكام لا مشكله لا الاب. ما انا بقول لك في تضافر جهود لكن ما تديش الحضانه للاب ولا الولايه للاب فندم. ولا الولايه التعليميه. ليه؟ مش حاجه كده يا فندم. ده شرع. معلش انا بس هستاذنكم هستاذنكم ليدي هنعرف اجابتها بعد الفاصل. لازم نطلع فاصل مشاهدينا فاصل نرجع نستكمل بقيه حلقتنا. مشاهدينا اهلا بكم مره تانية ورجعنا نستكمل بقيه حلقتنا. كنا قبل الفاصل عايزين نعرف طب الحق الشرعي ايه؟ صحيح الحق الشرعي طبعا الولايه. أي. للاب اللي اسم الطفل عليه. الرسول كان بيقول انت ومالك لابيك والقران بيقول ادعوهم لابائهم. فهو الولي الطبيعي هو الاب. وفي مجمع البحوث الاسلاميه حتى خارج اساسا قرار ان المفروض الولايه التعليميه للاب. طب انا عايز اسالكم سؤال. انتوا بقالكم قد ايه الاجتهاد الصفحه بتاعتكم بقالها قد ايه؟ احنا الاجتهاد في الموضوع ده بقالنا 4-5 سنين وفي قبلنا بالظبط كده تقريبا. ما انجزتوش اي حاجه تحققوها؟ سمعنا صوتنا في اخر 3 سنوات. اتقدم قانون الدكتور مدام سهير الحادي وحزب الوفد. ومؤخرا عرفنا ان الاستاذه عبله الهواري تقدمت بالمقترح اللي هي انا مش عارف الحقيقه يعني جابته ازاي ان الاب في الاخر برضو ما يشوفش ولاده غير في مركز الرؤيه. دكتور عبله الهواري استاذ عبله الهواري طلعت قصادنا في التلفزيون في احدى الحلقات. أي. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه صغيره. هي ايه في سوره النور الايه 61 بعد اذن حضرتك بس ان انا اقولها. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم. الاباء الاول. أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. الإخوان الأول.
او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم. ما هو الحقيقه يعني كل حاجه احنا بنتكلم فيها الجانب الشرعي احنا ما ينفعش ندخل فيه، احنا مش اهل ان احنا ندخل فيه صراحه. يعني مجمع البحوث الاسلاميه مطلع ايه الاب والاخر الشخصيه وقانون الرؤيه منبثق من مين؟ من عمل مين؟ عمل مشيخة الازهر الشيخ احمد الطيب، لحظه خليك معايا يا فندم، ومجلس القومي، المجلس القومي للمراه المحترم اللي ملتزم بالاتفاقات. انا معلش بمناسبه المجلس القومي للمراه، يعني الدكتوره مايا مرسي يا جماعه يعني حد متعاون جدا جدا ومتفاهم جدا جدا، ما عدتوش معاها ليه؟ قعدنا 6 ساعات في شهر 5 وهي كانت مقتنعه بموضوع الرؤيه. طيب. لحد من ساعتها مفيش حس ولا خبر، طلع القانون بتاع النائبه عبلة الهواري اللي هي. طب هي ردت عليك وقالت لكم ايه؟ قالت لنا ان هي مقتنعه بحق الاباء في الاستضافه، ان الاب طب يمكن بياخد وقت يا جماعه على بال ما تحقق يعني لحد ما كام اب يموت بقى، يعني لحد ما كام اب يموت ولحد ما كام. على فكره المشكله بقى مش الاباء بس، يعني قول الاباء عمرهم صغير، انما المشكله في الجداد والجدات الاجداد والجدات اللي بيموتوا. الفيديوهات بتاعت الناس المشلوله يعني راجل مشلول جاي سفر. طب واحد واحد بس يا جماعه اركز، اتفضل يا استاذ احمد. اما يبقى واحد قعيد عنده حاجه و70 سنه يجي من الريف بيعيط كل اللي بيقوله نفسي اشوف حفيدي، بالله عليكي هل ده يعني هل المجلس القومي للمراه يرضي ده؟ طب ما انا عايز اسال سؤال، يعني الدكتورة مايا مرسي أعلنت قدامكم بصراحة إن هي موافقة على الاستضافة، بس خليني معلش معلش خليني أكمل. طب حريك يعني حضرتك وحضرتك بتستدلوا على إيه إنها معارضة وإن المجلس القومي معارض ومعرقل للموضوع؟ لأن ساعة ما القانون بتاع النائبة سهير الحادي تقدم في البرلمان واتخذ عليه موافقة 60 عضو، بعد كده معلوماتي إن المجلس القومي للمرأة هو اللي اتدخل ووقف القانون دوت. طيب انا بس اسمعكم معلش، معانا مداخله، معانا اسماء من السويس. الو ايوه مساء الخير. مساء النور يا اسماء، اهلا اتفضلي. اهلا وسهلا اتفضلي. انا بحكي عن اخويا اكبر مني بثلاث سنين، منفصل عن مراته بقى 4 سنين، رفض الجواز خالص، نفسه يشوف ابنه وهو الوحيد على 6 بنات، وحالته الماديه كويسه وبيصرف عليه، بس امي نصيت مريضه بالسكر والضغط، نفسها تشوفها يا حبيبها، وهو رفض الجواز، نفسه ان هو ابنه يتربى معاه. دي بقى برضو مشكله الحقيقه، يعني اللي بيتعاقب الحقيقه الجد والجده والعم والعمه يعني انا بقول حضرتك ما هياش الاب بس، بيشوف الأب ابنه طيب ولا لا؟ الو اخويا تعرض لحادث من سنتين. انا رحت كنت هوز ايديه عشان يجي يشوف ابوه، فين لما جابت زهولي بس عشان يشوف ساعه الزمن. هو رافع رؤية طيب ولا لا؟ رافض، قول انا ابني ما ينفعش اسيبه اشوفه عن طريق المحكمه، انا بصرف عليه مصيره هيكبر ويقول فين ابويا. وللاسف انه ده اكيد موقف ناس كتير زي الدكتور شهاب. انا كتير جدا بيقولوا انا مش ما اروحش القاضي عشان يحكم لي ان انا اشوف ابني بهذا المنظر القبيح، يعني انا ما اروحش مكان واقعد انا وطليقتي نبقى قاعدين في وش بعض واحنا الاثنين مش طايقين بعض ويبقى شكلنا قدام ابننا بهذا المنظر. فض النزاع بان انا اخد ابني في البيت، اخده عندي في البيت ويبقى كل علاقتي بامه كل ود واحترام. طيب قولي لنا يا اسماء ايه يعني ايه الحل؟ طيب يعني إيه ما حاولتش؟ احنا نفسنا ان هي ترجع، احنا بنقولها ارجعي، احنا عملنا المستحيل، هو مشكلته ان هو طلعها لحاجه واحده بس، ان هي طلبت ان هي تطلع بره بيت ابويا وتعيش بره، عيشها بره، بس رافعه قضيه نفقه عليه وهي على ذمته، دي اللي خلاها طلقها. ما هو الراجل بيرفع رؤية وهي على ذمته برضه، يعني محاولات الصلح كلها فشلت. كل احنا عملنا كتير وهو ذات نفسه رافض اي حاجه حتى الجواز، وانا مامتي انا امي انا جالها شبه جلطه في رجليها بسبب الموضوع ده، انها نفسها تشوف تعمل له حاجه حافظها. شكرا اسماء من السويس. هو ينفع ان يكون معانا معالي محروس استشاري الدولي، الاستاذ معالي محروس، الأستاذة معالي محروس استشاري الأسرة الدولي. ألو ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذة معالي. أهلا بحضرتك. أنا بس ليا رأي في الموضوع، يعني مع احترامي الأسماء اللي هي اتصلت، إحنا بنسمع المواضيع أو المشاكل من طرف واحد، إحنا محتاجين نسمع المشاكل من طرفين عشان نعرف المشكلة في أي طرف. مع احترامي الحزب الوفد اللي النهاردة كان عامل مؤتمر، حضرتك معلش انا عايزه اقول لحضرتك، يعني هل حضرتك محتاجه تسمعي قصه الدكتور شهاب ولا حضرتك متابعينا؟ لا انا متابعه الموضوع ما عنديش مشكله، ولو هنتكلم في قصص برضه في امهات، احنا عندنا برضه سيده فاضله
اسمها مدام مريم ماتت من حزن على اولادها ان باباهم خطفهم وما عرفتش ترجعهم. بالظبط. احنا يا جماعه عايزين نحل الموضوع ده من الطرفين. اتفضل. هو استاذه معالي ليه حزب الوفد لما عمل المؤتمر ما وجهش دعوه للامهات؟ هو عامل دعوه عامه يا فندم، دعوه عامه يا فندم، هو مش عاملها الفرد يعني. مش هيروح كل الحالات الموجعه للسيدات يا جماعه. ندي فرصه للاستاذه معالي لو سمحتوا. اتفضلي. ما فيش اي دعوه وجهت للسيدات او لحملات السيدات. تمت الدعوه للمجلس القومي للاسره للام، المجلس القومي للمراه تمت الدعوه ليه وقبل كده، والمجلس القومي للمراه هو اللي رفض. تمت الدعوه بشكل عام على الصفحات وعلى الجرايد وما حدش اتمنع انه يحضر في حزب الوفد. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، حضرتك عارف كويس قوي ان احنا حملات انتوا بتطالبوا بتغيير القوانين لصالح الراجل. لا يا فندم، احنا بنتكلم بيها لصالح الطفل وليس لصالح الراجل. من حق ابني ان يعيش معايا يا فندم. ده لصالح الراجل. لا طبعا. طب يعني يا استاذه معالي معلش يا جماعه لحظه بس عشان الحوار نعرف بس ايه ادير الحوار. يا استاذه معالي بس حضرتك، هل انت معترضه على قانون الاستضافه بس عشان نفهم؟ ما انا معترض على قانون الاستضافه لان مش كل الاباء تستحق الاستضافه. والمجلس القومي للمراه نفسه لما رحنا واتكلمنا. طيب طيب، من وجهه نظرك يا استاذه معالي، من وجهه نظر الاستاذه كخبيره اسريه، مش هي استاذه معالي خبيره اسريه، لحظه، مين من وجهه نظرك ان هو يستحق قانون الاستضافه؟ عندها حالات للاباء لا تستحق الاستضافه. ده وجهه نظر. حلو. مين في نظرك يستحق قانون على الاستضافه؟ لو الاب والام كويسين مع بعض مفيش مشكله ان الولاد يقفوا بينهم هما الاثنين. طب لسه انا هو استاذه معالي، ما هو لو يا جماعه ما هو الاب والام لو كويسين مش هيروحوا المحكمه. بس هو دلوقتي اتطلقوا. بالنسبه للاستاذه الخبيره الدوليه، بس ثانيه واحده، ثانيه واحده، البرنامج عندك طويل. انا مداخله وهقفل والله. انا مش عايز حد يقفلني، انا عايز حد تبقي معانا في الاستوديو والله. كان نفسي عشان اسالك بما انك خبيره يعني اسريه دوليه، راي حضرتك ايه في ان الطفل يطلع من غير ابوه؟ طب ما انت فرصه رد على فكره، انت بتقاطعني، انا مش عارفه اتكلم. اتفضلي. اتفضلي. دلوقتي احنا لو وصلنا للمشكله فين؟ في انهي طرف؟ لو قعدنا مع الطرفين، يعني دايما اي مستشار اسري عشان يعرف المشكله فين لازم يقعد مع الطرفين، ما بيقعدش مع طرف دون الاخر. لازم نعمل حوار مجتمعي تحضر فيه الامهات والاباء عشان نعرف المشكله فين. في امهات لا تستحق وفي ابهات لا تستحق. طب يا استاذه معالي، مش ممكن نسمع حلول منطقيه؟ الرجاله كلهم طرفين. اكيد في طرف وحش وطرف كويس، انا ما بعممش. وفي الاخر احنا كلنا بندور على مصلحه الطفل. لا والله يا فندم، لكن انا دلوقتي زي ما ان في امهات مصلحه الطفل ان يبقى على العموم كلنا بنشوف الولاد. ده على العموم والاستثناءات للحالات الاستثنائيه. ان انت عندك ناس ما تستحقش الاستضافه ورغم كده بتدافع عنه. لا يا فندم، انا ما بدافعش عن حد غير سوي، انا بدافع عن الاباء الاسوياء، انا بدافع عن الراجل اللي بيصرف على اولاده. الاستاذ اشرف تمام بيتكلم في الولايه. هو الولايه، ولايه الاب على اولاده ايه يا استاذ اشرف؟ عشان انت بس بتتكلم في الولايه. ايوه، ولايه الاب. ولايه الاب على اولاده. احنا بنتكلم ان الاب اللي بيصرف على اولاده، ما بنتكلمش على الاب اللي ما بيصرفش على اولاده يشوف ولاده. احنا بنتكلم. لا خليه حضرتك يا استاذه معالي، اديله فرصه حضرتك يتكلم. ما انا السؤال اللي انا عايز اساله حضرتك، بما انك انت خبيره دوليه اسريه، حضرتك شفتي في انهي دوله في العالم ممنوع على الطفل انه يتواصل مع ابوه وعيلته؟ هي بتسالك في الولايه. لا ما هو لحظه يا استاذه، ما هو دول العالم يا فندم، الكلام خطا على الهوا. قلت إن الكفاله بعد الطلاق للام مش للاب. يا فندم يا فندم يا فندم، الحضانه للام، الولايه بدليل ان الاب لما بيموت، بدليل ان الاب بيموت الام ما تقدرش تصرف مليم من غير المجلس الحزبي. بناء عليها تسترشد بايات قرانيه، دي الولايه الماليه. بالظبط، مثل الولايه التعليميه. الولايه التعليميه يا فندم طالع بيها قرار من مجمع البحوث الاسلاميه منشور على صفحاتنا، تقدري حضرتك ترجعي له وتقدري حضرتك تطلعي عليه الموضوع من السر. ده أول حاجة. حضرتك سؤال، أسأل حضرتك. لا أنا عايز أعرف بس الأول السؤال. لا أنا ما خدتش جواب على السؤال اللي أنا سألته لحضرتك. بما إن حضرتك خبيرة دولية أسرية، حضرتك شفتي أنهي دولة في العالم الأب في الطفل فيها محرم عليه يروح بيت أبوه ومحرم عليه يتواصل مع أهل أبوه بالكامل؟ الدولة الوحيدة اللي فيها، لو سمحت خليني أخلص كلامي يا فندم، الدولة الوحيدة اللي فيها كده أمريكا، وبتعامل الكلام ده للأب المتهم في جرائم جنسية. القانون المصري يا فندم بيعامل أباء مصر كلهم زي الأب الأمريكي المتهم في جرائم جنسية. طيب أستاذة معالي، تعليقك. اتفضلي تعليقك. دول العالم الأب اللي لا يستحق أو يمثل ضرر نفسي على طفل
بيتمنع ان هو يقرب منه اصلا. واحنا دلوقتي رجاله مصر كلها دلوقتي بتمثل ضرر نفسي على الطفل. انا قلت كده على فكره، انا في بدايه كلامي يا استاذ احمد ما قلتش الرجاله كلها شياطين ولا الامهات كلها. القاعده العامه ايه يا فندم؟ القانون بيتعامل للانسان السوي عشان يحافظ عليه انه يفضل سوي. ده مبادئ القانونيه. ماشي تمام. يعني اي قانون تمام. في الدنيا يا فندم اسمعيني، اي قانون في الدنيا بتحط للناس الاسوياء عشان يفضلوا اسوياء. النهارده ممكن يبقى اب سوي وما يعرفش ياخد ولاده، يضطر يروح يخطفهم. هو بيخطفهم ليه؟ يعني هو بيشوف ولاده وبيتواصل معاهم وبيقعدوا عنده في البيت. طيب نديها فرصه تجاوب، نديها فرصه. اتفضلي جاوبي. اتفضلي. انا عايز اسالك سؤال، الاب اللي انت طب جاوبي الاول، جاوبي الاول، هو يعني جاوب الاول وبعد كده اسالي. وانا جاوب، انت ما بتسمعنيش، ما انت مش مديني فرصه. لا هسمعك اهو، هسمعك، جاوبي دلوقتي حضرتك. من وجهه نظرك الاب السوي يبقى مثل اعلى لطفله، ده ايه مواصفاته؟ يعني ايه مواصفاته؟ يعني اب يعني مواصفاته راجل بيعرف ربنا بيراعي ربنا في ابنه. استاذ احمد لو سمحت، ايه مواصفاته؟ انا سؤالي موجه للاستاذ اشرف. بيراعي ربنا في ابنه. اب بيراعي ربنا بقى. محتاج ان انا احط لحضرتك توصيف الاب المفروض يبقى ازاي؟ يعني المحكمه المفروض اما تحكم على الاب هتحكم عليه ازاي؟ ان هو حسن السيره والسلوك. انا بسال استاذ اشرف. ما هو دكتور اشرف وانا سؤال بنرد على حضرتك. لا انا موجهه السؤال. معلش، يعني الضابط اللي مات شهيد وهو محروم من اطفاله، ماشي، حضرتك شايفه ان ده ما كانش اب وهو واحد ضحى بحياته عشان خاطر البلد؟ على سؤالي انا، واحد مستعمل على البلد. ما انا برد اهو يا فندم، بس مش عايز اسمعك. انت بترد عليا اشرف، السؤال غير منطقي اصلا. مش يعني انا برد عليك، مش عايز اسمعك. انت منها، انا ما بسفهش ولا جيت ناحيتها، انا بتكلم سؤال غير منطقي بالمره. كلنا طبعا وبعدين الناس يا فندم هي بتسال يا جماعه، ما ينفعش اربع اشخاص بيتكلموا في وقت واحد. انا بعترض على اللي انتوا على طريقه الحوار دي. رد عليها يا جماعه، مش هينفع كده يا استاذه معالي بعد اذنك. ما تسفهش منها. لا انا طب انا هستناكي يا استاذه عبد الله، اتفضلي. ولكن هي ليها احترامها، انا بتكلم عن السؤال. استاذ احمد اسمها اب غير ممكن محترم. يا جماعه لو سمحتوا نلتزم بس بانه احنا نتحاور كما ينبغي، انه مش هينفع الطريقه دي في الحوار. اتفضلي يا استاذه معالي، حضرتك سامعاني؟ اتفضلي. دلوقتي يعني ازاي هنطبق جزئيا ونفرق بين الاب اللي يستحق وبالاب اللي لا يستحق، ومين اللي يملك الصلاحيه في ده؟ طب ما هو ده اللي انا بساله الاستاذ اشرف. اذا كان مش عارفين نطبق قانون الرؤيه، الاب السوي ايه هو؟ ايه مواصفات الاب السوي بالنسبه لطفله؟ يبقى مثل اعلى لطفله. يعني اب يعرف ربنا، بيراعي ربنا في ولاده، بيصرف عليهم. طب حضرتك قول لنا انت الشروط يا استاذه معالي. يعني حضرتك ازاي تميزي بين الاب السوي والاب غير السوي؟ انا ما عنديش شروط، انا ما عنديش شروط على فكره، انا بس بسال. طب المواصفات، طب مواصفات الام الحسنه السمعه ايه؟ طيب ان هي ده موضوع قانوني. لو سمحت يا استاذ احمد اتكلم مع استاذ اشرف دلوقتي. يا استاذ اشرف حضرتك شايف ان الاب السوي اللي يبقى مراعي ربنا في ولاده، مثل اعلى لولاده، بيحترم ولاده وبيعلم ولاده ازاي يحترموا الناس، صح؟ اكيد. تمام. لما حضرتك تنزل بوست عندك على الاكونت تشتم فيا وتجيب سيره جوزي اللي هو قاضي في مجلس الدوله اللي عنده حصانه، بس دي حاجات شخصيه. لا لا ثواني، لا ثواني ثواني، لو حضرتك بلاش يا استاذه معالي لو سمحت، اولا ما تغاليش الموضوع، تاني حاجه ماشي، لو انا نزلت بوست بالمنظر ده مكتب النائب العام مفتوح عند حضرتك تقدر قد ايه فيها بلاغ؟ الكلام ده لم يحدث. انا مش عارف ليه حضرتك طلعت تقولي كلام كذب على الهواء. يا فندم ابعتي سكرين شوت الاعداد. انا بعت سكرين شوت، ابعتي سكرين شوت، بس لو ما طلعش السكرين شوت ده موجود انا هرفع على حضرتك قضيه تشهير وبالقله العدد اللي حصلت عليا انا وعلى اوكي حضرتك ابعتي لي الاعداد، بس لو ما اتبعتش في الحلقه انا هرفع على حضرتك بكره قضيه تشهير. الاعداد عن السكرين شوت اوكي حضرتك ابعتيها يا فندم. يا استاذه معالي دي احنا بنناقش مشكله جيل يا جماعه، انما الحاجات الشخصيه دي ما ينفعش. هي يا استاذ لو حضرتك في بوست بالمنظر ده حضرتك بكره قد ايه بيبقى لك للنائب العام؟ انا بقولها لك اهو على الهوا ماشي، ولو حضرتك ما بعتيش البوست ده دلوقتي انا بكره هرفع عليك قضيه تشهير، عشان مش كل مره حضرتك تخش تقولي الكلام كذب. شكرا للاستاذه معالي محروس. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، هل اللي الاساتذه بيعملوه دوت بيفيد طفلي في حاجه؟ يعني انا ابني لما يشوف الحرب دي، لا هو طفل متضرر يعني. إيه الاستاذه معالي، جوز الاستاذه معالي، اي حد بيشوف الكلام ده، اولادها، هل من المنطق ان احنا كل ما يحصل مداخله او حاجه زي دي يتقلب الموضوع لخناقه شخصيه ما بين افراد؟ يا جماعه ابني لا ولم يتهم كمان، يعني ابني ده بره الحرب دي، ابني انا عايز اربيه، هي عايزه تربي ابنها،
عايزه تعمل جلسه حوار، كان في جلسات حوار، سبع جلسات حوار كانت بتحضر. ايه هو ايه السلوك السوي للطفل؟ وده كان الهدف من البرنامج بتاعنا. ايوه هو ايه السلوك السوي للطفل؟ يعني سبع جلسات حوار جوه الحزب، سبع جلسات حوار جوه الحزب كامله. الحقيقه برضو هي قالت جزء مهم جدا، ان احنا بنطرح الامر من جانب واحد، انتم تراعوا مصلحه الرجل المحترم القيم اللي شايف مسؤولياته، اللي بيحب ولاده، ان هو يشوف ابنه، وده امر مشروع وطبيعي. ثواني يا فندم، واحنا كمان بندافع عن الستات المقهورات اللي تم قهرهم بشكل ذكوري محتد وقهر مادي، وتعرضوا لسنوات وسنوات لحالات، ثواني يا فندم، لحالات الاستفزاز. حين تعرض امر كلنا نتعاطف معاه، اللون الاسود ده مش صدفه، كلنا وحتى الاستاذه متعاطفه، وانا بشيد بالمنبر ده ان هو بيعرض بقوه تحيزه للرجل المصري، لانه بيقف في 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 مهب الريح امام الحركه النسويه الحاليه ضد كل الاجراءات الذكوريه المخيفه. احنا مش متحيزين لطرف ابدا، احنا تعاطفنا مع حاله الدكتور شهاب النهارده يا جماعه، لانها الحاله يعني الحقيقه كانت تستحق ان احنا نقف عندها، لانها حاله مؤثره جدا. انه انسان يعني يتوفى ويموت وكان نفسه في حياته اللي يشوف ابنه او بنته ويموت وهو بسبب حزنه انه ما شافهوش، هنا لازم نقف. عندك حق يا دكتور، لكن تضافر الجهود الشرعيه وتضافر الجهود النسويه لا يمكن التسفيه منها. مش ممكن القانون الاحوال الشخصيه وضع عشان ينكل بيكو، لا هو كان بيحاول سد ثغرات، ثواني يا فندم، سد ثغرات كانت تستغل الاطفال ادوات للتنكيل ببعض بعد الطلاق. الطفل كان بيستخدم يعني أداء. انت يا استاذه عبير، هو الطفل دلوقتي ما بيستخدمش للتنكيل بالاب؟ لو الست استخدمت طيب للتنكيل معانا بس يا جماعه انت بتعمل لها ايه؟ انا يا سيدي انا مع تفعيل قانون حقيقي يعاقبها اذا اتلغت على ايوه يعني في توافق اهو في كلامنا، احنا طلعنا بحاجه من الحلقه ان في توافق من ناحيه ان انا لما اكون قايم بواجباتي كاب حضرتك تقولي بواجباتك كأم ولا أحرم، هو في الحرمان في كل الأحوال. على فكرة الاستضافة جائزة في القانون وفي الشرع، قانون يعني برضو مطلب بتاعه موجود. مش ممكن لا أقولك يا فندم كويس جدا يعني إنه إحنا وصلنا أو اتفقنا على كده. بس يا دكتور اللي بيحدد طالما الأب الملتزم المحترم، الأب الملتزم ده يدفع 6000 جنيه يعني من حقه بقى يشوف ابنه، ومن حقه ياخده كمان البيت. جميل، هي هتسمح له طب كويس الا لو كانت مختله، الا لو كانت هي مش ملكة. لا احنا ليه يا جماعه، احنا ليه احنا غيرنا مفهوم الحضانه؟ اتفضل. احنا غيرنا مفهوم كلمه الحضانه، القانون المصري غير مفهوم الحضانه في الشرع. الحضانه يعني ايه؟ يعني الطفل ما بيعرفش يقوم باساسياته، اساسيات الحياه، فالام اولى ان هي بتساعده عشان يقوم باساسيات الحياه دي. طب انا بستأذن حضرتك، معانا بس اتصال تليفوني، معانا مدام هناء. الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. أهلا والله بي. انا جده للاب، لا حول ولا قوه، يعني كل اللي انا عايزه اقوله للاخت للاستاذه الفاضله ان انا ببعت رساله، انا شايفه ان الموضوع دوت يعني اتكلمت فيه كتير في الاعلام وما لقيتش فيه اي فايده لحد الان. أنا ببعت رسالتي للرئيس السيسي، ببعت رسالتي لشيخ الأزهر، بقول له أنا جدة للأب، زوجي توفى من 10 سنين وجوزت ابني وجاب بنت، البنت دي كانت كل حياتي، أول عيل كان بالنسبة لي، أول ابن بالنسبة لي، انفصلوا لظروف ربنا اللي عالم بيها، اديناها كل حقوقها رغم إن هي اللي طلبت الطلاق، دينا لها كل الحقوق يا استاذه بسمه. البنت ما بيني وما بينها عماره، رحت للبنت في عيد ميلادها بقالي سنتين وشويه وشهرين، رحت لها الحضانه في عيد ميلادها واخده لها لعب عشان اشوفها. الام مديه اوامر للحضانه ان انا ما اشوفهاش. ابني خد، بعتنا بكل الطرق السلمية ان ما نخليش البنت تتعرض لاستاد او نادي او مكان الاب يشوفها فيه، حاولنا بكل الطرق السلمية بمشايخ في المسجد وناس طيبين رفضوا وقالوا يطلب رؤية، طلب رؤية بيروح يشوفها ممنوعة انا،
وأولادي وعمامها وأخوالها وأولاد عمامها وما بيني وما بينها عمارة. لحد الآن ما شفتش البنت ولا عيني شفت من يوم ما ابني طلق لحد النهاردة بناء على رغبتها. لو قلت لحضرتك أنا ما ببطلش دموع لدرجة إن نظري خلاص كل شوية بجدد النظارة. أنا بطلب من سيادة الرئيس عايزين نشوف بس أولادنا أخبارهم إيه. بطلب من شيخ الأزهر بقول له ارحم الجدات وارحم الجد الرجل والجدة الست وارحم العمام. حضرتك رأيك ايه في الموضوع؟ ازاي بنت عم تكون في مدرسة ومش عارفة بنت عمها؟ ازاي استاذة بسمة؟ انا يكاد يكون بموت عشان الطفلة عوضتني عن زوجي اللي توفى وربتهم. يكاد يكون نظري بيضيع كل يوم والتاني. بطلب من سيادة الرئيس السيسي لعل يكون حد من الاعلام سمعني بقول له ارحم الجد والجد مهما كانت الخلافات بين الاب والام مهما كانت خلافاتهم الجد ذنبها ايه والجد ذنبه ايه. ممكن اموت انا كمان يا دكتورة بسمة من غير ما اشوف الطفلة دي. والطفلة لما بتيجي لابوها بتيجي مشحونة بيشوفها بتكسر قلبه مش قادر طبعا يرد ولا يقول لها حاجة خلاف انه بيلعبها مش راضي يقول لها اي شيء عشان ما يأثرش على البنت نفسية. انا بقول للرئيس السيسي ارحمنا حضرتك تدخل في الامر واجعل للجدات يوم حتى يشوفوا فيه ولاد ابنائهم. الحقيقة ده حقها يعني طبعا يعني حقها و مفيش كلام الحقيقة ولا حاجة ممكن تتقال في الحلقة دي النهاردة كفاية كده يعني دي آخر حاجة ممكن تتقال. ممكن كلمة صغيرة بس أقولها لحضرتك دكتور عبد العال لما يتقال على مجلس النواب إن هو بما معنى الكلام يعني إن هو مجلس ملاكي من حقهم يحركوه كيفما يشاؤوا احنا هنقول له يقر هذا القانون او يعتبروا اللي بيتكلموا دولت اخوان ولا لا. انا بعترض بس على كلام حضرتك أنا لان الستات أنا اللي في يا جماعه انا بعد اذنكم انا بشكركم انا مستاء من هذا الكلام. حلقتنا خلصت بكده ومشاهدينا نلقاكم بكره وتصبحوا على الف خير.